فلسفة الاستوائية، الطريق إلى السلام الداخلي والقوة. الحياة تتسم بالتقلبات والتحديات، ولكن هل يمكن لنا أن نتعلم كيف نواجه هذه التحديات بثبات وهدوء؟ يعتبر الفلاسفة الاستوائيون أحد أهم المدارس الفلسفية التي تركز على الهدوء الداخلي والقوة العقلية في مواجهة تقلبات الحياة. الاستوائية تعتبر منهجاً فلسفياً يهدف إلى تعزيز السيطرة على الانفعالات والتفكير السليم. تأسست هذه الفلسفة في اليونان القديمة، وتمتلك مبادئها العديد من القيم والعبر التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية. أحد أهم المفاهيم في الاستوائية هو التركيز على الأشياء التي يمكننا التحكم فيها وتجاهل ما هو خارج نطاق سيطرتنا. يعني ذلك أنه علينا أن نقبل الأمور التي لا يمكننا تغييرها، ونعمل على تحسين مواقفنا وتصرفاتنا تجاهها. كما تشدد الاستوائية على أهمية تطوير القدرة على التحمل والصبر. إن فهمنا للأمور التي تكون خارج نطاق سيطرتنا يمكن أن يساعدنا في تقبل الأحداث بطريقة أكثر هدوءاً وثباتاً، مما يقودنا إلى تحقيق السلام الداخلي. علينا أيضاً أن نفهم أن السعادة ليست مرتبطة بالأشياء الخارجية، بل هي نتيجة لطريقة تفكيرنا ونظرتنا للعالم من حولنا. بفضل مبادئ الاستوائية يمكن للفرد أن يصبح أكثر قوة عقلية ويجد السعادة داخل ذاته بغض النظر عن الظروف الخارجية. في النهاية تعتبر الاستوائية نهجاً فلسفياً يمكن أن يغير حياتنا إلى الأفضل من خلال تعزيز الصلابة العقلية والتفكير الهادئ. عندما نتبنى مبادئ هذه الفلسفة ونطبقها في حياتنا، نكتشف القوة الداخلية والسلام الذي يمكن أن يأتينا من التفكير الحكيم والهدوء الداخلي.